حفاظا على السلم الأهلي وحماية للعيش المشترك بين مكونات المجتمع في منطقة تل تمر في ريف الحسكة، بادر مجلس السلم الأهلي في مدينة رأس العين وحركة المجتمع الديمقراطي وبحضور العشائر العربية والآشوريين إلى عقد اجتماع مصالحة يضم كافة مكونات تل تمر وريفها. هذه الاتفاقية أتت نتيجة جهود متواصلة دامت أكثر من 20 يوما. الاتفاقية تمت باجتماع جمع مكونات بلدة تل تمر وريفها بحضور 5 أعضاء من كل مكون. المجتمعون اتفقوا على عدة بنود، لعل أهمها كان اعتبار وحدات الحماية الشعبية قوة شرعية في تل تمر وريفها، ورفع الغطاء العشائري عن الكتائب المسلحة، إزالة كل المظاهر المسلحة في المدينة بعد تفعيل المجلس المحلي للمدينة، رابعا إعادة بناء المجلس المحلي لمدينة تل تمر وريفها وتفعيله ليكون السلطة الوحيدة في المدينة. تم الصلح بين أخوتنا جميعا وبين الأطياف وبين النسيج، وإن شاء الله هم أهل، لا فرق بين كردي ولا عربي ولا أشوري إلا بما يقدمه لبلده، والحمد لله تم الأمور وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فيما أعلن جميع الأطراف المجتمع وممثلي مختلف مكونات العمل على صيانة التعايش السلمي في المدينة وريفها والمشاركة في حماية المنطقة وعدم الوقوف صامتين ومتفرجين على من يحاول النيل من خيرات بلدنا.